بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم بك توسلت ومنك سالت وفيك لا في سواك رغبت لا اسال منك سواك ولا اطلب منك الا اياك اللهم واتوسل اليك في قبول ذلك كله بالوسيله العظمى والفضيله الكبرى سيدنا محمد المصطفى والرسول المرتضى والنبي المجتبى وبه أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية إلهية ربانية تصفينا بها من شوب الطبيعة الآدمية بالسحق والمحق وتطمس بها آثار وجود الغيرية منا في غيب غب الهوية فيبقى الكل للحق في الحق بالحق. وترقينا بها في معارج شهود وجود سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق يا رب يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي قناة الأعزاء والأوفياء في كل مكان سعيدة بلقياكم في هذه الحلقة الجديدة والتي سأقدم لكم فيها إن شاء الله أسهل طريقة لغلق منافذ الجسد بعد العلاج فهذه هذه الخطوة جد جد ضرورية فتابعوا معي على بركة الله فالكثير من الناس يقوم بعلاجات شاقة وطويلة تأخذ منهم جهدا وعملا وبالفعل يمن عليهم الله سبحانه وتعالى بالشفاء ويحسون بالفرق والراحة من بعد العلاج ولكن ما يلبث إلا أن تمر فترة طويلة أو قصيرة يعني حسب كل شخص حتى يحس بانتكاسة وبرجوع الأعراض لسابقها وفي مرات تكون أصعب من سابقها من سابقها فيلومون العلاج ويظنون أنه لم يأتي نفعا معهم وفي الحقيقة هي أن العلاج كان قد تم ولكن منافذ الجسد ظلت مفتوحة وهذا يسهل رجوع العارض بعد خروجه في أي لحظة ضعف يصاب بها الإنسان. ولهذا فمن الواجب بعد أي علاج أن تكمله بغلق منافذ جسدك وتحصينه بسياج نوراني رباني يجعل هالتك سميكة وصعبة الاختراق من أي شيطان مارد أو جن ويجب أن تعلم أن العارض يكون على علم بأضعف نقطة في جسمك ولهذا فإنه يعود وبكل سهولة خصوصا في حالات الاصابات بالسحر يعني السحر المتجدد او المس الشيطاني او المس العاشق وحتى ان كنت تصاب بتصاليط سحر متجدد فمرحله غلق منافذ جسدك ستساعدك كثيرا في التحصين وعدم الاصابه به مره اخرى وغلق منافذ الجسد ليس بالامر الصعب فيمكنك القيام به بنفسك لانه بسيط جدا والطريقه التي ساقدم لكم في هذه الحلقه هي من انجح واقوى الطرق على الاطلاق فلمده 21 يوما بالنسبه لاصابات العين والحسد وفي حالات السحر والمس سواء مس شيطاني او مس عاشق فمن الأفضل أن تتم أربعين يوما حتى تضمن غلقا شاملا وتحصينا تاما وعاما لجسدك، يعني هذا من الأفضل. والطريقة هي الآتي كالآتي كل ليلة كل ليلة قبل نومك تأخذ كأسا من الماء، إن توفر لديك ماء زمزم كان أفضل. وإن لم يتوفر فتكتفي بماء معدني أو ماء عادي للشرب، تضع في كأس الماء وإما ورقة نعناع أو ورقة ريحان إذا توفر لديك، إذا لم يتوفر فاكتفي بالقراءة على الماء فقط، وتضع سبابة يدك اليمنى في الماء، يجب أن تلامس سبابة يدك الماء. وتقرب الكأس لفمك وتقرأ عليه ما يلي الاستعاذه من الشيطان سبع مرات يعني قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعدها تقرأ سوره الفاتحه عشر مره مع قراءه البسملة في كل مره ثم بعدها تقرأ الايه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إحدى عشر مرة وهي الآية التاسعة والعشرون من سورة الكهف ثم الآية قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا تكررها أيضا إحدى عشر مرة وهم الآيات خم... خمسة وتسعون وستة وتسعون وسبعة وتسعون من سورة الكهف ثم بعدها تقرأ الآية وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون تكررها أيضا إحدى عشر مرة وهي الآية التاسعة من سورة ياسين ثم بعدها تقرأ هذا الدعاء مرة واحدة ولا تنسى النفث في الماء بسم الله آمنت بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا تضام ولا ترام وبسلطان الله المنيع احتجبت وبأسماء الله الحسنى كلها عائذ من شياطين الجن والإنس ومن شر كل معلن ومصر ومن شر ما يسرح بالليل ويكمن بالنهار وما يكمن بالليل ويسرح بالنهار ومن شر ابليس وجنوده ومن شر كل دابه ربي اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم اعوذ بالله مما استعاذ به سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما استعاذ به سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا ابراهيم الذي وفى سلام الله عليهم اجمعين ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر من يبغي علي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تشرب هذا الماء وتمسح منه يعني تترك قليلا منه تمسح به على وجهك وعلى راسك وعلى يديك وتحاول ان تنام بعدها مباشرة. وتكرر نفس القراءة يوميا لأن التجديد ضروري ومؤكد وبإذن الرحمن سبحانه وتعالى سوف تلاحظ الفرق في حالتك وفي يعني حتى في إحساس قلبك وكل شيء منذ اليوم الأول من هذه الفائدة. وصلنا احبابي في الله الى ختام هذه الحلقه اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعكم بهذه الفائده الربانيه شكرا على متابعتكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته